تنديدا بخروقات العدوان السعودية الأمريكي، نظمت قبائل حاشد في مديريتي بني سريم وخمر بمحافظة عمران وقفة احتجاجية تنديدا باستمرار خروقات العدوان، معلنين النفير العام في مواجهة العدوان السعودي الأمريكي. كانت التحديات ومهما بلغ حجم التضحيات لم تعرف الانكسار والخنوع والهزيمة منذ القدم، وها هي اليوم تثبت من جديد لكل من يحاول المساس بأمن وسيادة الوطن إنها لا تزال عصية في وجه القضاة والعملاء. فقد ورثت الشجاعة والصمود جيلا بعد جيل وسميت بمقبرة القضاة. أبناء قبائل مديرية بني سريم وخمر نظموا وقفة احتجاجية بحضور محافظ المحافظة الدكتور فيصل صغير جعمان والشيخ صادق أبو شهرب عضو لجنة الثورية العليا والدكتور ناصر العرجلي تنديدا بالجرائم التي ارتكبها العدوان بحق أبناء الشعب اليمني ومستنكرين الخروقات التي ينتهكها رغم التوقيع على الهدنة وعقد جلسات الحوار. هذه الوقفات التي تعبر عنها أبناء محافظة عمران نقول لهم ما دام هناك عدوان فالقبائل اليمنية جاهزة وكما ضحت بأبنائها فعندها استعداد لتقديم قوافل من الشهداء وقوافل من الرجال لدعم الجبهات حتى يكتب الله النصر لنا العاجل. أبناء قبيلة عمران من المبادرين للتصدي لهذا العدوان، فكان لهم السبق في كل الجبهات سواء في الجبهات الداخلية أو في جبهة الحدود، وأبناء حاشد وأبناء خمر قدموا شهداء. إسلام إذن فليسمعها السعودي وليسمعوها المفاوضين بالكويت، ونقول محمد عبد السلام عارف الزوكا إذا لم يوقفوا إطلاق النار ويثبتوا إطلاق النار عودوا. ومن هنا من قبيلة بني سريم مدينة السلام مدينة خمر من قلب قبيلة حاشد النابض برجالها الشرفاء من قبائل بني سريم الأحرار الذين إن سالموا فسلامهم سلام الشجعان وإن تحركوا فهم الأسود في الميدان، وقد احتشدوا في هذا الوقفة الاحتجاجية تتصل بالعدو السعودي الأمريكي نرسلها رسالة موجزة أن إن فهم العدو معناها نجا وإن تجاهل وتغابى فقد جنى على نفسه. الويلات. ومن هنا نؤكد على ما يلي: أولا نرفض بفطرتنا كما يرفض كل يمني حقيقي هذا العدوان السافر الذي ولا فيه ما يسمى مسلما من العدو الكافر. ثانيا نمد يد السلام السلم والسلام ونشد على ايدي الوف الوطني المحاول بالكويت، ونؤكد اننا دعاة سلام لا استسلام. ثالثا نطالب برفع الحصار عن شعبنا الذي ان نفذ صبره. هكذا هما اليمنيون وقت الشدائد كالبنيان يشد بعضه بعضا ويجمعهم حب الوطن والدفاع عن ترابه والذود عن سيادته وامنه واستقراره. لقناة اليمن من اليمن وليد الوادعي محافظة عمران.